صادقت الحكومة في اجتماعها الأخير على جملة من مشاريع القوانين والمراسم والبيانات طالت عديد القطاعات الحكومية وتناولها المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة. البيان المتعلق بوضعية السدود المنجزة من طرف وزارة الزراعة في الفترة 2019-2023 استعرضه وعلق عليه وزير الزراعة. بالنسبة لعدد السدود نختار بعد نأكد أولا بأن فخامة رئيس الجمهورية في تعهداته للمجتمع الموريتاني مدة هذه المأمورية الأولى تعهد بأنه لا يعدل تقريبا لا هي ننجزوا 60 سد. وفي الوقت اللي نتكلم لكم الإنجازات اللي فاتوها واللي عادوا الحمد لله مستقلين من طرف المواطنين 104 سدود فاتوا استلموا لهم وفات العمل عادي بدأ فيهم واستقلالهم بدأ. وفيه أيضا 9 سدود ثانية قيد الإنشاء، واحد منهم طرح حجر الأساس فخامة رئيس الجمهورية في زيارته الميمونة اللي عدل على مستوى ولاته في إطار مهرجان مدن التراث اللي هو سد ولاته. ولاهن أكد لكم بأنه في الوقت اللي نتكلم لكم وفى الحمد لله. فيه أيضا سدود أخرى من ضمن هذو السدود اللي قلت لكم اللي فيهم سد ولاته، كيف سد فيلة اللي أعطيت انطلاقة هذو السدود مناسبة عيد الاستقلال 63 بأمر من فخامة رئيس الجمهورية وأعطيتهم السد فيلة. السد الحمد لله اللي هون يعرفوا سد كبير 700 هكتار. وفيه أيضا سدود أخرى كيف سد شرق الناقة وكيف سد ياسر. بعض من السدود تقريبا 9 سدود إلى 10 في مستوى الوطن مبارك معهم والعمل فيهم متقدم. ومن جانبه استعرض وزير التعليم العالي والتحتية يتعلق بتكوين أساتذة التعليم الثانوي ونحن أن البيان يأتي بمعالجة السد النقص الحاصل لأعداد الناشئين في المدرسة التعليم وتقرر التفكير في خطة المدى القصير وتتضمن القيام بتكوينات مستمرة لمقدمي خدمات التعليم يتم اكتتابهم. وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه على المدى المتوسط تقرر إنشاء شعب في جامعة نواكشوط تتماشى مع التخصصات المطلوبة في المدرسة بغية زيادة أعداد المتقبلين بعد أن تعذر خيار الوجه إليها من خلال شهادة البكالوريوس مباشرة لمخالفة ذلك للنظم الأكاديمية التي تستوجب الحصول على الماتريس أو الليسانس كحكم أدنى. ومن بين ردود وزير البترول والطاقة والمعادن الناطق باسم الحكومة رده على سؤال بشأن ما يشاع حول اتفاق الهجرة بين بلادنا والاتحاد الأوروبي. اتفاقية الهجرة ما نختار رجع لي باللي فتجاوبت فيها غير قلت انهارت عند اللقط العليه كاملة. أنا ماني فاهم هدفه يكون تخويف المواطنين به اللي هو مخالف. الأخ في الحالة اللي يطرح لي السؤال قال لي توما قالت صحيفة فرنسية أنكم عدلتوا اتفاقية. اللي رجع البيان يقول قالت الصحيفة أنكم تسعوا. حد يطرح بال الأمور. السعي ما معناها تسجيل اتفاقية. وإحنا نسعى، نحن نسعى لاتفاقية مع أي إنسان فيها مصلحة موريتانيا دون عدله. يا غير شي ما خلقوا تو. ونحن فعلا ولين علل قلت كانت عندنا اتفاقية 2003 مع المملكة الإسبانية بنص فيها دولة مجاورة. وهذه اتفاقية نحن ارتئينا بعد 20 سنة منها على أنها ما ثلاث متوازنة، وبالتالي طلبنا إما إلقاها أو تحيينها.